شوي شوي عمل. طبعا خلصنا جلسة التصوير. تعبتي يا روز؟ يس طبعا. لا خلصنا بسرعة. لا انت ما سويت شيء. المهم قررت اني انا اكافئ روز الحلوة. شكرا. شو رأيك بالمكافأة اللي إله؟ هذا شو؟ هذا موهيتو بالكيوي اللي سوينا. روز مو قادرة تعلي صوتها، مستحية. روز علي صوتك لو سمحتي عشان يسمعوك السكرات. المهم اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بالفساتين اللي روز لبستهم، وشو رأيكم فيها هي، وكيف كان أداءها. يلا بنرجع لكم. لا لا روز تعالي نفتح لهم للسكرات. المهم روز هي طلبت هيدي فطيرة الزعتر. روز كتير كتير بتحب الزعتر. طيب عم هي وعم تاكل، وريهم يا روز انه بالتمر يعني حالي مع مالح كمان شوكولاته. فشو رايك يا روز بالطعم؟ مقبول؟ قالت لي هو يعني مو زياده بس بدي اكله يعني خلص.